بالنسبة لأقسام نظام الموقع الجغرافي أو الجي بي اس، يتألف الجي بي اس من ثلاثة أقسام، اللي هو الكنترول سيجمنت والسبيس سيجمنت واليوزر سيجمنت. بالنسبة للكنترول سيجمنت اللي يعرف بالأوبريشن كنترول سيجمنت، اللي هو يحتوي على ثلاثة محطات أرضية. النوع الأول من المحطات اللي يعرف ب أكو محطة واحدة رئيسية اللي هو يسموها الماستر كنترول ستيشن، وأكو محطات للمراقبة اللي هو المونيتورينج ستيشن، وأكو هوائيات أرضية. بالعموم يعني الـ OCS اللي هو الـ Operational Control Segment وظيفتها أن تتابع تشكيلة الأقمار مال الـ GPS وتتنبأ بمعلومات المدارية للقمر، وأيضا تجد التصحيحات الساعة للقمر، وأيضا تقوم هذه المحطة الرئيسية أو المحطة الكنترول بإرسال الزمن التوافقي للأقمار بزمن الجي بي اس أو اللي يسمى بالجي بي اس تي، جي بي اس تايم. وهنا أيضا تقوم بتحميل، يعني هاي المحطة الرئيسية أو المحطة السيطرة تقوم بتحميل الإشارة الملاحية إلى القمر، وأيضا من وظائفها أن تقوم بتصحيح الساعة للقمر والمعلومات المدارية للقمر، وخاصة هذه في الأغراض العسكرية. محطات المراقبة اللي هي المونترنج ستيشنز موجودة من عندها خمسة، واحدة في هاواي، ووحدة في كولورادو سبرينغرز اللي هي قاعدة كولورادو سبرينغرز، ووحدة بالأسينشنز آيسلاند بالساوث أتلانتيك أوشنز بالمحيط الأطلسي، ووحدة بالمحيط الهندي اللي هو بالديغو كاراكا، ووحدة بالكوجيلين بالنورث باسيف أوشنز. وذلك المحطات الخمسة حقيقة وظيفتها مراقبة الساعة يعني الساعة الذرية للقياسية للأقمار، وتستلم بصورة مستمرة المديات الكاذبة من كل الأقمار اللي موجودة، وبزمن قياس 1.5 ثانية، واللي تستخدم بها البيانات المناخية الميتروجيكال داتا والإينوسفيرز، وتقوم بفلترتها وتقوم بتنعيمها وتنتج بيانات بفترة زمنية 15 دقيقة، وتقوم بإرسالها إلى المحطة الرئيسية أو محطة الماستر كنترول ستيشنز. الماستر كنترول ستيشنز هذه محطة وحيدة، بداية لها كانت موجودة في ولاية كاليفورنيا، ولكن بعد ذلك يعني حولت إلى قاعدة كولورادو سبرينغرز اللي هي موجودة في ولاية كولورادو. هذه الماستر كنترول ستيشنز تقوم بتجميع وتتبع البيانات، تتبع
بيانات للأقمار من خلال المحطات المراقبة، وتحسب البارامترات للتوقيت والمدار، وهذه النتائج تقوم بتمريرها عبر الهواء المحطات الهوائيات الأرضية وتحميلها إلى الأقمار. المحطات